إذا رح أكتبهم هون الأربعة هذول دي آي هي اللينك أوفست وأنا هون رح أسمي هذا الأكسس من هون هلا رح أشوف الكونفنشنز بس هلا رح أسمي هذا إكس آي ماينس 1 اللي هو بهذا الاتجاه طبعا واضح وين صار الواي مش هيك؟ هي إكس آي ماينس 1 وزد آي ماينس 1 رح يكون عندي لازم الواي يكون ماسكه هلا لاحظوا هاي كيف ما بتتحرك هاي اللينك هذول رح يتحركوا معها كيف ما تحركت هاي اللينك من هون رح يتحركوا الاكس والهاي رح يضلهم افكست لهذا اللينك من هون دكتور بس عشان ابين مش طالع اللي فوق مش طالع لا بس لا تنزل خليني اذا